من المحل ديال عز الدين مكياج، كنرحب بكم متابعي قناه اسفيس ويد منى، وكنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما وعدكم خويا عز الدين اليوم مهرجان بيبيروس. مهرجان بيبيروس عز الدين تفضل. بخير مرهنيا، كلشي لاباس؟ الله يحفظك، كلشي بخير تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، عطلنا عليهم شويه ثاني، ولكن ان شاء الله راه جات اليوم سلعه بيبيروس نبارطاجها معهم باش يشوفوا. راه جبنا فيها كونتيتي كثيره وتواشا واعرين. والثمن؟ الثمن خيالي كيف ما العاده. وبالنسبه للبرودويات راه كاين برودويات واعرين، وكاين مازال برودويات اخرين غيجيو ثاني مستقبلا واحد الثمن هنا واحد الشهر باذن الله تعالى. فوالا، بالنسبه للمحل ديال عز الدين مكياج بالنسبه للناس الجداد، هو كاين في قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، كيخدموا طوال ايام الاسبوع، كيسدوا الجمعه فقط. بالنسبه لليفغيزون ياك الدفع عند الاستلام. عند الاستلام فيما كانت في المغرب. فوالا، كازا شحال؟ كازا ب 20 درهم. خارج كازا 39 درهم. 39 درهم. النماري كاينين في الباج، كلشي غيبان لكم على الشاشه ولا باج انستغرام. صيفطوا لهم في الواتساب، راه يجاوبهم البنات ويجمعوا لهم اي حاجه بغاوها وكتوصل حتى لهم الدار. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، واضح. البنات قبل ما نبداو، لا جيم كتنساونا، لا جيم والبارطاج فضلا وليس امرا، باش لا فيديو توصل عند اكبر عدد من المتابعات وكلهم يستافدوا من هذه السلعه هذه. باش نبداو سي زدي. اختي منى بعد الكلوس العجيب. ها هو الليب كلوس ديال بيبي روزنيت. وريهم كونتيتي شحال كاينه اختي ما شاء الله. ها انتم شوفوا انتم، ها هو هذا، شوفوا معايا شحال فيه. شوفوا هذا بوحده هو اللي غنجبد لك دابا. هذا ماشي هو هذا، هذا بوحده وهذا بوحده. فوالا، ها شوفي العدد شحال، شوفوا معايا شحال فيه. وكل بواطه شحال فيها تقريبا ما شاء الله؟ بواطه فيها 12. وكاين مازال فيه العدد. تبارك الله عليك، فيه العدد ديال بصح. وهذا الشيء اللي كاين دابا في المحل، شوفوا كيفاش كيجي داير. هذا كيعطي فوليم وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللون اللي واعر ديال بصح. يعني بحال كي بحال كيكبر شويه الفيم عاده كيعطي فوالا الوين، كيعطي واحد اللون اللي واعر. شوفوا معايا هذا الثمن ديالو درنا 19 درهم اختي منى. 19 درهم. حتى اللي بغا تجرب كيفاش غيجي الفيلر قبل ما ديرو تاخذ هذا. وفي العدد هذا الشيء، راه العدد راه ما كاينش هذا الشيء واحد. تبارك الله عليك. الجمله في الجمله وما عندهمش هذا العدد. الثمن شحال غيكون؟ كامله ب 19 درهم. 19 درهم فقط. جوج في واحد. أو شي حاجه واعره ديال بيبيروس. تبارك الله عليك. غنجيو اختي منى غنشوفوا واحد المورد. مورد اول مره تجي هذه القضيه ديال المورد ديال بيبيروز. هذه عطيناك حيت بانوا لي فيها اللوينات. غتشوفي الكونتيتي. ها انتم شوفوا معايا، شوفوا العدد. شوفوا هاك اختي منى، شوفوا ها انتم بان لي حتى اللوينات مختلفين، الخضر الموف الاحمر الاورانج. ها انت اختي منى كاين. ها هما شوفوا معايا، شوف عرفتي البنات دايرين فيه الورد لداخل ياك. شوفي ها هو، شوفوا كل واحد واش من نكهه وكل واحد واش من بشره كيجي. شوفوا ها انتم واش كيبان لكم لداخل ولا لا؟ شوف بحال الوريدات لداخل. كل واحد واش من بشره كيجي ليها. تبارك الله عليك. هذا تونر ديال لافندر والكولاجين، هذا كيدير الشد وترطيب البشره. هذا باش زوين هذا الموف اللي عطاني دابا خويا عز الدين، صالح لجميع انواع البشره. صالح لجميع انواع البشره. هاو كاين هذاك، كاين هذا ديال عندنا الكولاجين. هذا البشره الدهنيه، هذا تونر ديال الصبار والكولاجين، هذا مفتح وموحد لون البشره. كي قلت لكم البشره الدهنيه عندنا الاحمر تونر ماء الورد والكولاجين، هذا منعش ومناعم للبشره ومزيل للبقع السوداء. الناس اللي عندهم ليطاش غتاخذوا هذا الاحمر هذا ديال بيبيروز. بالنسبه للغوز دائما لا مارك بيبيروز، عندنا تونر ماء ورد الطائف منفخ ومورد للوجه. الناس اللي كيبغوا شويه ديال الامتلاء بالنسبه للوجه، وهذا تا هو زوين لكافه انواع البشره، كيصلح لانواع البشره كامله. عندنا هذا كيف ما كيبان لكم، هذا بالياسمين، هذا ماء الورد بالياسمين، حتى هو فيه الكولاجين مغذي ومرطب عميق للبشره. هذا البشره الحساسه، عقلوا عليه، هذا الزرق للبشره الحساسه. وعاد عندنا هذا الويميني، هذا شوفوا معي كيفاش كيجي داير، حتى هو ماء الورد كيف ما كيبان لكم بالبابونج والكولاجين، كيغذي وكيجدد خلايا البشره. هذا البشره الجافه. تبارك الله عليك، وريناهم كاملين وريناهم كاملين. ها هما ست تشكيلات، شفتوا كل واحد شرحناه، هو لا باز ماء ديال الورد، ولكن هما دايرينو يعني مغذى يعني بالكولاجين وبالصبار، ودايرين كل بشره ولا اشكال. فوالا هذاك الثمن ديال اختي منى درنا فيه ثمن واعر، هو 30 درهم. تبارك 30 درهم، شوفوا العبوه قداش. كان 30 درهم الصغير، وجا الكبير دابا وخلينا ب 30. هذا الكبير و 30 درهم. تبارك الله عليك. وهذا راه فيه العدد ديال بصح. المهم سلعه بيبروز اللي وريناهم دابا ما كنبيعوا الجمله، ولكن راه عندنا فيها كونتيتي كثيره. تبارك الله عليك. ومزيانين حتى الناس اللي كيسولوا دائما على الجمله، راه هو ما كيبغيش يدير الجمله باش يكفي الناس ديال التقسيط. ها انت هذا الكروسا واش باقي فيه؟ شوف فوالا، ها انتم شفتوا، شوفي شحال فيه. هادشي غير اللي هنا وعاد اللي كاين في الديبو. ولكن هادشي راه ما كنبيعوش الجمله اختي، كنبيعو غير التقسيط. هادشي يلاه حنا كيكفينا، ما عندنا كليان بزاف الحمد لله، يعني في جميع مدن المغرب تبارك الله. خارج كازا وغيكفينا مع الناس اللي غيجيو للمحل. تبارك الله عليك. حنا ما كنتحاشموش. ثاني حاجه اختي منى، غنمشيو لهم واحد البلاصه ديال بيبيروز. كانوا سولوا لي بزاف ما بقاش، وجا دابا وجات في كونتيتي كثير. نشوفوا هو اللي فينا. هو هو هذا. هو هادو راهم تيستورات ديالهم بحال داك السيل ديال شيكلام، هو ديال بيبيروز.
ها هو شوفوا معايا ها انتم هو هذا الناس يبغاو يديروا كابتشور ديكرون خمسه سبعه تبارك الله ثمانيه وفيه لي كولور سعود عشره 11 ما شاء الله راه فيه لا كونتيتي ها وفي نفس المونه في الارقام نمشي معاك انا من الواحد نمشي معاك الارقام من الواحد حتى السته احنا غنسواتشيهم دابا قدامكم باش تشوفوهم الواحد باش حتى الناس اللي في لا ليبريزو ها انتم يعرفوا هذا بحال باش دابا خويا عز الدين دابا سواتشاهم كاملين شوفوا معايا من واحد الواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة في ستة ديال لي تات شوف شوف الراجل كيفاش داير شوف واو تبارك الله عليك هذا راه يعني للخدود وكاين السيدات اللي كيديروا حتى في الشفايف وكاين اللي كيديروا حتى على شكل فغا بوبيغ يعني المنتج واحد كتخدم به يعني لو فيزاج كامل صح هذا راه شي حاجة واعرة خشمونة عرفتي ما كرهتش عطيني يديك اخويا باش يبان لكم شوفوا معايا هنا كيفاش عطى اللون بلاتي ها هو غيزومي شفتوا اللوين كيدير شوفوا لابو ديال خويا عز الدين شوفوا اللوين يعني مورد خدود كيعطيك بحال داك الافي بون مين صح واعر واعر ديال يعني ما تيجيش شارجي صح غير بالنسبه لهادو اختي منى حنا راه عندنا فيهم جميع الاشكال كاينين تبارك الله عليك كاين العادي اها كاين بيبي روز اها كاين شي كلام كلشي كاين كلشي كاين تبارك الله عليك غنعطيك باش تشوفي بالنسبه اختي منى هذا هذا قلنا بيبي روز شحال الثمن الثمن ديالو درنا 30 درهم 30 درهم اها غنعطيك بحال هنا الا جيتي هنا غتلقاي هذا 19 درهم انا غنوريكم هذا 19 درهم ها هو 19 درهم غنوريكم ها هو شوف ايوزي شفتوه ها هو 19 درهم وفيه لي تانت كاملين جيتي هنا غتلقاي ربوري ربوري حتى هو ها هو 19 درهم 19 درهم اها جيتي هنا غنعطوك شيكلام ها هو غنعطوك ها هو شيكلام كتبان لكم فيها الالوان حتى هي هاي كاينين فوالا هاي مكتوبه فيها يعني بحال دابا راه كاينين ربعه ياك ربعه التشكيلات ها انتم شوفوا كيفاش كيجي داير شفتوا هو كيعطيك واحد اللوين خطير هذا وبيبي روز 30 درهم فوالا وبالنسبه للجوج اللي موراك 19 يعني تبارك الله عليك كاين فيهم اشكال وفيهم كونتيتي فيهم العدد ديال بصح تبارك الله عليك كما قلت ثاني راه ما كنديروش الجمله كنديرو غير التقصير الناس كيبقاو يسولوا بزاف على الجمله كنلقى بزاف التعاليق وكنقول لهم راه ما بقاش كيدير الجمله باش يلاه يتكافى مع الناس ديال التقصير ماشي على راه حنا عندنا الكونتيتي اللي غنديروا به الجمله ولكن حنا يلاه يلاه يكفينا مع الناس حيت كاين اللي غتبغي الجمله غتدي كونتيتي كبيره وغيجيو الناس وغت غيتقلقوا فوالا اخي بحاجه عندنا حنا هي انك تجي عندك وحده من دي بلاصي من واحد الخونت كتقول لها ما بقاتش تماما داكشي اش كيبغي ديما لا كونتيتي تبقى نوفروا قلت لك نفور نوفروا نوفروا تبارك الله عليك اننا نوفروا كونتيتي اللي يستافدوا الناس كلهم تبارك الله عليك خويا عز الدين واحد لو برودوي الباكاجينغ ديالو السطاني هذا هذا الفوند تاع بصح واعر عرفتي واحد الباكاجينغ شوفوا اللوان راه كاملين بعيد عرفتي من بعيد شدني شوفوا معايا هذا فوند تاع شوفوا الديزاين ديال الباكاجينغ في الواحد جوج ثلاثه ها انتم شوفوا كيفاش كيجي داير حتى بالنسبه للسيدات اللي كانوا كيسولوا على الفوند تاع بزاف ها هو عز الدين كيحاول يجيب لكم احسن ما كاين وثمن مناسب ها هو ديال بيبي روز هذه رقم واحد وفاش شحال فيها من تانت ثلاثه يعني فيها واحد جوج ثلاثه من المفتوحه للمغلوقه كنظن المفتوحه للمغلوقه هي هذه والثمن ديالها كيدير 35 درهم 35 درهم بيبي روز جا الثاني هذا المورد خذو هذا الماجيك ماجيك فوالا ها هو الثمن ديالو حتى هو 20 درهم هذا بوحدو هذا بوحدو بحال بحال غير واحد كيبقى 24 واحد 36 تبارك الله عليك بحال بحال في الثمن كديريهم في انفو كديري بحال البوماد بحال هكا كيعطي يعني كيبقى لك فتره طويله كيبقى لك فتره طويله قلنا شحال الثمن بجوج الثمن ديالو 20 جبنا لهم واحد الزيت ديال الزنجبيل هاش ها هي هذه ديالاش زيت ديال الشعر الشعر ها هي بالزنجبيل كيف ما كيبان لكم مع البروتين مع البروتين ها انتم شوفوا كيفاش كتجي دايره واعر زيت خطير حتى هو شي حاجه واعره تبارك الله عليك وبيبي روز عندها مصداقيه كبيره مع الناس وبالنسبه للثمن ديالها هاد الزيت هادي درنا لها 25 درهم 25 درهم حتى بالنسبه للسيدات اللي كيصابوا شعرهم كنظن وكيديروها من مورا من السوشوار مزيانه صح تبارك الله عليك جبنا لهم اختي منى حتى لي زومبول ديال بيبي روز ها هما علاش كيليقوا هاد لي زومبول كيديروا في الشامبو ولا كتشقق بهم الشعر من بعد ها انتم مغذي للشعر يعمل على اعاده الحيويه من الجذور حتى الاطراف كيف ما قال لكم خويا عز الدين تقدروا ديروها بوحدهم تقدروا ديروها في الشامبو تبارك الله عليك هذه الثمن ديالك دير 100 كامله كامله شحال فيها من امبول فيها 10 ديال لي زومبول وحده كدير 15 درهم الا بغيتي وحده 15 خديتي الباكيه بحال كتقام لك ب 10 درهم الوحده هذا ديال بيبي روز تبارك الله عليك الاخرين ديال كيراتين كوين ديال الاركان هذوك 10 درهم الوحده والباكيه كامله كتبقى ب 75 درهم تبارك الله عليك ولكن ما بقاتش هذيك يلاه غتجي ندوز اختي منى لواحد الكروس تا هو ليماندي ديال بصح هذا شوفوا معايا من لا ميم مارك دائما كنهضروا على بيبي روز هذا اختي منى بلاتي نفتحوا لهم هنا شوفوا معايا اختي منى ترونسبارون ما كيعطيش اللون
كيضغطيو شي حاجه واعره، يعني غير ليدغاطاسيون هذا. ليدغاطاسيون تبارك الله عليك. شحال الثمن؟ راه فيه الكونتيتي. شوفي شوف عاد شوفي راه فين. انا كنصحابو انا كنصحابو باليت. شحال شحال داير هذا الثمن ديالو؟ ها نتوما شوفوا شحال هنايا، 20 درهم. اها وهادو هادو خويا زدين ديال بيبي روز. هادو كلوسات هادو ما حدنا نيت في لي كلوس، حيت هادو فيهم اللوينات واللوينات ديالهم خطيرين. الوان واعرين، الثمن ديالهم ختيمون كيبقاو ب 19 درهم. 19 درهم بالي جوج في واحد. فوالا جوج. كاين اللي كيكون ترونسبارو عكر، كاين اللي كيكون جوج تلوان. جوج تلوان واحد. بحال دابا هذا يعني عاطينك المغلوق والمفتوح. شوف بحال دابا هذا الاحمر كيف ما كيبان لكم هذا غادي على بيش. تبارك الله عليك. شحال الثمن؟ الثمن ديالهم كيديروا 19 درهم. كيبقاو لكم 19 درهم ومارك لي زوينه اللي هي بيبي روز. اها شوف يعني واحد الحاجه اللي كانوا كيسولوا عليها بزاف هي القلم ديال العين. اها قلم ديال واتر بروف مضاد للماء. اها مضاد للماء ديال 15 درهم كيبقى 24 ساعه، يعني اثمنه مناسبه. كاينه برجوا، كاينه هيلو بيلو، كاينه ارينا، كاين بزاف تسميات ديال الاقلام، ولكن هاد بيبي روز راه غير 15 درهم وشي حاجه الخيال العلمي. انا غادي اسواتشي عليكم دابا، جربوه وشوفوه غير باش تشوفوا. وكاين غير في الكحل وفي اللوينات، في غير النوار. غير النوار. غنوريك واحد الحاجه اختي منى، اننا هذا كنجيبوه ديما وكنجيبوه فيه كونتيتي كثيره ديال بصح، وهذا مع العلم راه كيتنجر. انت شوفي معايا انتما غادي هادي كلها لا كونتيتي ديال ديال القلم فقط. شوف شوف شحال راه كلها باكيه. فاطمه عاش هنا تبارك الله عليك. انت شوف انت انت اختي منى شتو، اما كانت تكون واحد 3000 قلم هنا ما شاء الله عليك. شوف معايا اختي منى مع القلم كيفاش داير. شوف واو نوار نوار 24 ساعه ساحله ولا شي حاجه تجيبو تاخذ فلوس. تبارك الله عليك. 15 درهم تكحل بيه وتقدري ديري حتى فوق عينيك هكا بحال بينو. برافو عليك. 15 درهم فقط. راه كنخلو تيستور هنا اللي جات راه كنجربو فيه. تبارك الله. الاغلبيه ديال لي برودوي فيهم تيستور. تبارك الله عليك. جرب وكتشوف. كاين حتى اي لاينر ديال بيبي روز. اها مزيان البنات لي جام. انا كنفكركم لي جام والبارطاج. شوفوا معايا في العدد ديال بصح. واو شوفوا شوفوا النوار ديالو كي داير هذا في العدد ديال بصح. هذا خطير. توا في غير النوار دابا في النوار الثمن ديالو راه كيبان لكم ها نتوما. واتر بروف 25 درهم ديال بيبي روز حتى هو. اها كاين ثاني شنقول لك، كاين واحد فراجو ديال بيبي. شوفوا معايا هذا باش عجبني فيه 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 يعني الدرجات كتقدري تخلطي. شفتوا حتى كتحصلي على لاتانت او اللون اللي غادي يجي معاك. كاين ثاني اختي منى شحال الثمن هذا ديالو؟ 19 درهم. هذا 19 درهم. كاين ثاني هذا. اها بحال نقول هذا كبابر شويه وهذا الصاك. هذا غتجيك لي انا كتشوف هنا. اها الدرجه اللي بغات. اللون اللي عجبها راه فيه الرقم اللي بغات. بحال الواحد تاخذ واحد جوج. تبارك الله عليك. كيجي على هذا الشكل هذا شتو ديال الصاك صغيور. والثمن ديالو؟ الثمن ديالو هذا 19 درهم. 19 درهم دائما لا مارك بيبي روز. بيبي روز شي حاجه ناضيه اختي. وزاد ثاني واحد الباليت واعر زي بيبي روز. يعني كاينه الباليت صافي مزيان. كاينه واحد الباليت واعره. شوفي هذا اللون. واو واش واش دوبل؟ دوبل. واو شوفوا 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 الدقيق لا تبارك الله. شوفوا هادو كلهم لوينات ولكن شوفوا هادو هادو اللي بغيتكم تشوفهم. شوفوا شوفوا اللوينات اللي فيهم كي دايرين. شوف سيمونه شوفي ثاني هذا تبارك الله عليك. واو كلهم دوبل كلهم دوبل كلهم دوبل. هذه لا باليت الثانيه شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. ندير لكم هكا على حساب الضو باش غيبان لكم. وشوفوا هنايا ما شاء الله. شوف سيرفا كونتيتي كثيره تبارك الله. يلاه دايرين فيها ثمن واعر. شحال غيبقاو؟ بجوجهم 60 60 تبارك الله عليك. اللي بغات شي حاجه البنات لي كابتور ديكرون وتواصل مع الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه. ناضيه اختي منى غنجيو نشوفو لهم الناس اللي كيبغيو الصباغه ديال الحجبان. الصباغه ديال الحجبان العدد شحال فيها؟ ها هي ها هي فين راه كاينه؟ ها هي هنا شفتوا؟ ها هي مستفه هنايا. يعني هنا كيبغي يوريكم الكميه. فوالا هانت شوف شحال فيها تبارك الله. شدي لهم هنا لداخل راقص من داخل. شوف ها هي شفتوا؟ مازال لداخل تبارك الله عليك. عاد هنايا كلها كرتونه. شوفوا شحال فيها. فيها الواحد جوج ثلاثه اختي منى. يعني على حسب اللون اللي كتبغي كل سيده. ثلاثة ديال ليتانت. ها الواحد، الجوج، ها ثلاثة. يعني نقولوا من المفتوحة للمغلوقة. من المفتوحة للمغلوقة. وطريقة ديال الاستعمال. طريقة الاستعمال كدار كتبقى واحد 10 ولا 15 أها صافي. ولا واش كتخلطها كتجي على شكل تيوب كيفاش؟ هي على شكل تيوب. أها. عطينك معاها غير شوية ديال. يعني مخلطة مقادة. أه فوالا مزيان. برافو عليك. حاجة ناضية ديال بصح. الثمن ديالها درنا لها 30 درهم. 30 درهم وفيها كي قلت لكم ثلاثة ديال ليتانت. ثلاثة ديال ليتانت وفيها كمية كبيرة. تبارك الله عليك. وهادي هادي. هادي. هذيك جايه لا راه هي هذيك فوالا يعني صحابها واش بحالها فوالا هو هذا هاو فيكساتور ديال ديال الحجبان هذا ترونسبارو ديال الحجبان اختي منى كيجي بهذه الطريقه لا ميم مارك دائما بيبي روز. شوف العدد اللي شحال فيه راه كاين ما شاء الله. هانتوما كميه هانتوما شتو بالمشيطه ديالوش وكل شيء البرودوي هاو
هو ترونسبارون كيف ما كيبان لكم تبارك الله. هذه رانا هذه ديال بصح، هذه ما كتخلي لا قشره في الحجبان لا حتى حاجه. دايره كانوا نجربوها بزاف، كلشي كان كيسولنا عليها شحال الثمن ديالها. لقينا فيها كونتيتي كثيره، الثمن ديالها كتبقى 25 25 درهم فيها لا كونتيتي هنا وهنا كيف ما كيبان لكم. اللي بغات شي حاجه كابتور ديكرو مره اخرى وتواصلوا مع البنات، غير هو دائما في اوقات العمل يعني تقريبا من 9 الصباح ولا 10 حتى 8 الليل، حتى 8 الليل فوالا هما تيكونوا ديسبونيبل. فوالا الماسكات ديال الفيزاج ها هما حصريا كاينين عندي دابا، عقلتوا عليهم كنا كنوريهم الروز ما كاينينش هادشي واحد. هادو الثمن الثمن ديالهم درنا لهم 25. هادو راه ماسكات ورقيه وتيكون فيهم لو برودوي شتو، كاين هذا ديال الشاي الاخضر، كاين هذا ديال الجولد وفيتامين سي، كاين هذا ديال الهيلارونيك اسيد، لا هذا ديال فيه بحال الفحم. الفحم الفحم والفيتامين سي وكاين هذا ديال الهيلارونيك اسيد، كاين هذا الفحم والجولد، كاين هذا ديال الورد، وكاين هذا ديال الروفير. تبارك الله عليك، شحال الثمن ديال الواحد؟ درنا لهم كاملين 25 كلهم 25. تبارك الله عليك. شوفي معاك الكوره في سيمونه ها انتوما، شوفوا معايا واو الالوان الوان 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 كون شوفوا الالوان هاكا كامله مسطوق تاعهم هنا. هذا من الجديد يعني تبارك الله لا مارك ديال بيبي روز ما شاء الله راه غنيه عن التعريف. هادو دابا دي روج على بعض كره، هادو شوفوا اللوينات اللي فيهم، شوفوا اللوينات اللي فيهم كيحمقوا. شوفوا لا مارك بيبي روز، شوفوا اللوينات من المفتوحه المغلوقة، الاحمر البوردو الغوز الغوز حسيتي المغطاده الماغون كلشي كاين. كاين هذا ثاني وكاين هادو حتى هما عكره، حتى هما عكره الوان واعرين. تبارك الله عليك. شوف العدد، شوف شوفوا شحال فيهم والثمن ديالهم. هاد لي غوج عليغو الثمن ديالهم كيبقى ب 10 دراهم، 10 دراهم فقط، 10 دراهم ما شاء الله. العدد كامل كاين يعني راه فيهم العدد ديال ديال بصح. تبارك الله عليك. الشفرار راه كاينين كلشي كاين في سيمونه ديال بيبيروز. بالنسبه لهاد لاكام ديال ميلانو لقات الاقبال ديال بصح. وريهم وريهم بالنسبه للناس الجداد واللي ما شافوش الفيديو ديال ديك الاسبوع. هذا ميلانو كيف ما كيبان لكم كريم مبيض فيه درجه الحمايه ديال 30 كيف ما كيبان لكم انتوما. هذا الناس اللي عندهم الكلف او لاي بلاصه عندكم مثلا كحله في الجسم ديالكم الى قليكم. هذا منتج مصري مصري وان شاء الله قلتي لي غادي يكون ان شاء الله لا جام كامله ديال ميلانو كلهم تكون ان شاء الله كاينه، غيكون شامبانات يكون كلشي. تبارك الله عليك. والثمن ديال لاكريم الثمن ديال لاكريم كيدير 80 درهم، 80 درهم ميلانو عقلوا عليه. بالنسبه للكروسات في سيمونه كاين كروسات واعرين، شوفوا معايا الوان واعرين نوريكم الشكيلات. اختي منى هاد الكروسات راه دابا ما عمرتهمش انا من البارح، راه كاينه كونتيتي كثيره ديال بصح ما شاء الله. شوفي بحال هذا كنهضروا على بيبي روز دائما. شوفي بحال هذا، شوفوا هذا كيداير اللوينات اللي فيه هذا هذا البي وهذا هو فيه الوان واعرين. واخا تصوت شي لي غير شي واحد نصوت شي هذا باش تشوفوا لا تيكستور ديالو كي دايره. شوف شوف هذا اللوين ها انتم، هذا راه مات مات كريمي يعني ما كيجيش كيبري بزاف ولكن ما كينشفش الفم. لا شي حاجه واعره. شوفوا شوفوا اللوين كي داير. انا نجيب لك الكونتيتي باش تشوفوا. شوفوا معايا لا كونتيتي هنا وشوفوا هنا. هاكي شوفوا فوالا هادشي راه كلوصه كلهم هادو دي كلوص ديال بيبي روز. شوفوا شحال من شكل، انا غنزيد نقرب. شوفوا شحال من شكل، شوفوا شوفوا لي كولور هانت هانت هانت. تبارك الله عليك. يعني راه كاين العدد هذا ما شاء الله، هذا كاين هذا تاعو غير الاشاره كيسدوا الجمعه فقط يعني ان شاء الله ملي غتجي القصريه الزموري راه غادي تلقاو المحل محلول طوال ايام الاسبوع وما كيسدوش اونتخ ميدي دو. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كنحاول نجاوب على التعاليق اللي كنلقى تحت الفيديوهات. شوف تبارك الله. وشحال الثمن؟ شحال الثمن؟ الثمن ديالهم دايرين 19 درهم. 19 درهم هادو اللي شفنا دابا 19 درهم 24 ساعه كيبقاو. اها شي حاجه واعره ديال بصح ولي كولور كاملين تقريبا حسب لي كاع لي تانت كاينين كاينين كاع الالوان كاينين. تبارك الله عليك. ثاني واحد واحد هادو اللي تاع الشعر. شوف هادو بالمقيبطات ديالهم المقيبطات هذوك الصغار جبناهم كبار. ها انتما انا غندير لكم هكا باش يبان لكم ها الصغار كيشوفها 10 الروروات مع المقيبطات ديالهم. اها الكبيره كيشوفها 6 الروروات مع المقيبطات ديالهم. ها انتم الثمن 25 25 الضفيرات راه كنا وريناهم في الفيديو اللي قبل. هذا باك هذا باك جبنا لهم اش فيه؟ فيه جيل دوش اها وحليب ديال الجسم اها وبارفان ديال وبارفان ديال الشوم. شوفوا معايا هذيك يارا يارا كاين اميره العرب، عندنا اميره العرب كاين انا الابيض، عندنا انا الابيض اللي بغات شي باك كابتور ديكرون قمه حتى فكره هديه. ها انتم قمه وخمر وعندنا خمره. ها انتم الثمن ديالهم هذا في شحال كيبقاو؟ 65 درهم 65 درهم 3 برودوي كيف ما كيبان لكم. واحد 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 الفوطه اها ها هي ها هي كنا كنفنقات هادي سمعت الاسبوع اللي قبل صراحه كنتسنى كنفنقات هكا من مورا الدوش الشكل ديالها عجبني. شوفوا كيفاش كتجي دايره كتجي بحال البوني هكا
هانتوما نوري لكم من الداخل ورطيطبه، شوفوا من الداخل الثمن ديالها 19 درهم. هانتوما 19 درهم وفيها اللوينات. ملي جبتهم ما دوزتهاش في انستغرام، قلت خلاتها ندوزها. هانتوما شوفوا معايا البنات لا جامو البارطاج، اللوينات كامل حتى اللي عند البنوتات تاخذي جوج ولا ثلاثه، هادو فنين هاكم من مراد الدوش غزالين وكيوت في نفس الوقت. 19 درهم ياك اخويا عزيز، 19 درهم واللوينات واعرين تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذوك المنظمات باقا فيهم شي حاجه اخويا عزيز؟ كاينين شي حاجه قليله، هادو حاجه قليله فيهم. دابا هذه بالنسبه لخويا عز الدين حاجه قليله 25 درهم، وهذوك ديال بحال السيليكون هادو شحال؟ حتى هما 20 درهم، حتى هما 20. يلا غيجيكم شي حاجه جديده. هادو ما وريتيهمش ليا، هادو ما كانوش ديك المره. شوفوا شوفوا هادو، لا ما كانوش ما بقاوش فيهم بزاف. شحال الثمن حتى هما؟ 20 درهم ثلاثه. شوفوا معايا القرعات كي دايرين، غير الاشاره هادو سيليكون غيعاودو يرجعو، غيعاودو يرجعو. تبارك الله. أنا متابعي القناة غنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، كيف ما عودكم دائما خويا عز الدين، خفيفة ظريفة، كنتعرفوا فيها فقط غير على الجديد اللي غيكون هذا الأسبوع. شكرا لك سي عز الدين. شكرا لك أنت، وشكرا للناس اللي كيتبعونا وكيثقوا فينا وكيديروا كوموندات عندنا وكيجيو عندنا. تبارك الله عليك. إن شاء الله شيمونة راه ينفض تخص السلعة الثانية ثاني نديرو ديما الجديد، دائما الجديد. لاباج انستغرام الناس يبغاو يكونوا دائما أجور، الحاجة اللي دخلات الحاجة اللي تقادات راه تواصلوا معايا على لاباج انستغرام، ديما كيحط فيها هكا لي ستوري. وبالنسبة كي قلت لكم الناس يبغاو يتوصلوا بأي حاجة، يطلبوا أي حاجة، الأرقام راه كتبان لكم على الشاشة، جوج ديال الأرقام. تبارك الله عليك. كازا قلنا مره اخرى 20 درهم، خارج كازا 39 درهم حتى كتوصلك السلعه، عاد كتخلصيها غير الاشاره 20 درهم ولا 39 درهم، راه كتاخذي فيها تبارك الله كميه اللي بغيتي. بحال دابا كرتونه قد هذه غادي تخلصي على مثلا في كازا 20 درهم، خارج كازا 39 درهم. شكرا مره اخرى سي عز الدين، تبارك الله عليك، الله يكبر بك، الله يحفظك، شكرا لك. وكنشكركم حتى انتم متابعي قناه استي سويد منى، كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، الى عجبكم كامل العاده ما تبخلوش علينا لا جيم البارطاج. نذكركم مره اخرى بالعنوان عز الدين مكياج، كاين قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف بمدينه الدار البيضاء، كيسدوا فقط غير يوم الجمعه. شكرا لكم مره اخرى، نقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قادم.